يا عم حدا حاسس انه طولت شوي 2024؟ انا للامانه صرت عم بعد الايام، بركي بتكون 2025 ارحم علينا. يعني نحن تفائلنا براس السنه انه بركي بتوقف الحرب على غزه، ترى السنه بغير وارد بالمره. لانك غراب، وشك ما بيخلي الواحد يشوف الخير. قع قع قع. زلزال وتسونامي باليابان على اغتيالات وغارات جويه بغزه واوكرانيا ولبنان وسوريا والعراق. ضربوا هلا يمكن ضربوا ضربوا يمكن ضربوا هلا يمكن يمكن ضربوا هلا 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 هيدي هلا. على تفجيرات ضد المدنيين بإيران، على تهكير المطار، ومؤخرا قصف اليمن. ولك كيف يعني فيك إلهي؟ غراب غراب غراب. شو بعد في سعادة الـ 2024؟ اسم الله عليك، عملتيهم كلهم هو وبعدنا ما صرنا بعشرين الشهر. مش هيدي تحطي وزك لكورونا ب 2019 بهيدي السرعة. أنا مش أي ولا زي يعني. وبعد في القنابل النووية، بس إذا بدك تلحقي حالك ها؟ وإذا حابة تفاجئينا تاكدها البرجار للرزيلة، وأنا بصراحة بحبها. بس وإنه كمان في إنك تجيبين لجبران بسير رئيس جمهورية، الله لا يقدر. ولا 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 كابوس. أو كمان معقول نسمع لسامي الجمعي الموقف يولع بالبلد ونجاح وكيم يرد عليه بالعيار التقيل. قلت لك المرة هيدا الغبي مثل جده ابن الجميل طلع معه انه اسرائيل ما بلشت تعتدي على لبنان الا بعد قيام حزب الله والمقاومه. عن جد سنه بريمو. بس كمان تنكون عادلين مع 2024، ومع انه تبليشتها كانت شوي دبشه، يبدو انه فيها شيء من روح العداله. عم نحكي عن الدعوه يلي رفعتها دوله جنوب افريقيا مشكوره ضد العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، واللي بتتهم إسرائيل بالشروع بإبادة جماعية بحق المدنيين من سكان غزة. ومع أنه نحن عارفين كلنا أنه النخب الأمريكية والأوروبية ما رح تسمح بمعاقبة دولة العدو، بس مجرد صدور حكم قضائي دولي بحق الحكومة الإسرائيلية رئيساً ووزراء له رمزية كبيرة وأضرار معنوية على صورة إسرائيل بالعالم. يحيى العدل يحيى العدل. أما القضية الحقوقية الثانية اللي تحركت من كم يوم فكانت بالمملكة المغربية ومن نصيب الفنانة دنيا بطمة. دنيا يلي كانت استأنفت حكم السجن الصادر بحقها تفاجأت من كم يوم برفض المحكمة النقد لهالطلب، يعني يبدو إنها بالنهاية رايحة على الحبس. سجينة سجينة سجينة. معلش معلش، كل سنة حبسه بتمرق، كله بيمرق يا دنيا ما تخافي. طبعا هالحكي مش للتشفي ولا التنمر على الفنانة دنيا بطمة، بس كمان اللي هي عملته بحق الناس مش قليل. واللي ما بيعرف شو خلفية القصة، يبدو انه الفنانة دنيا كانت ضالعة بقضية تشهير وتنمر على العديد من الفنانين بالمغرب، كب حرام على العالم يعني بالدارج. وهي عملت بلبلة وفضايح بالأوساط الفنية بالتعاون مع اختها ابتسام. لك انت ما عاد تستحيتي ولا؟ اما حساب سناب شات يلي استعملوه لتنفيذ مخططاتهم فكان تحت اسم حمزه مومبيبي. بهيدي الطريقه ولاكثر من 4 سنين كتار من الفنانين بالمغرب تورطوا عبر هيدا الحساب بقضايا، الغرض الاساسي منها كان تشويه سمعتهم. طبعا بعد صدور حكم النقض او الاستئناف، دنيا ما تركت طريقه لتجرب تهرب من السجن. انت تفضل وتشملني بعفك. انت هاد نوحيلي يا بنت، هاد نوحيلي، قولي وانا عرفش. فجاه شفنا دموعها واحساسها المرهف هي وعم تطلب العفو من جلاله الملك. رعيه من رعاياك الاوفياء. انت تفضل وتشملني بعفك. وان ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. بعدين طلعت خبرتنا انه عم تدفع ثمن موقفها من قضيه الصحراء المغربيه. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالها على اساس انه هي جمال عبد الناصر وموقفها من قضيه الصحراء المغربيه كلمه فصل بين الجزائر والمغرب. ولو والله مش تنمر ولا شماته، هاي اعتبروها دعوه مع بدايه السنه لكل يلي دايرين حسابات وهميه وعاملين شغلتهم الابتزاز وتشويه السمعه وتدمير العلاقات.
صار التعقب السبراني موجود عند أغلب الأجهزة بالعالم. عم قول بالعالم، ها؟ بقى أفضل لا تكبوا حرام على الناس ولا تبقوا تبكوا مثل صاحبتنا دنيا. انتشروا بال2024 أيضاً وأيضاً، ها؟ اللي يبدو حمي مع كل الأخبار الغريبة، شفنا فيها كمان شيء من الثقافة. فمن بعد فيديو الرقص ضربت فيه الفنانة ميريام فارس بيونسي وقضت نهائياً على مستقبل الرقص عند جيلو، يعني هون قصدي جينيفر لوبيز. بال2024 عم نشهد كمان ولادة لقب جديد للفنانة ميريام فارس، يلي ممكن نصير نعرفها بدكتورة اللهجات ميريام فارس، من بعد ما انتشر لها فيديو عم تشرح فيه عن اللهجة العراقية. تدق القاع، تخبط إجرة بالأرض، تزلزل. ميس انشراح، مدرسة إنجليزي بتاعت ابتدائي، وبرحب بيك، ويلكم.